عاجل قرار مصري سوداني بتأديب إثيوبيا وحسم ملف سد النهضة وضربة كبرى من الداخلية المصرية. ننشر لحضراتكم التفاصيل وحقيقة وفاة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق. ومصر تطالب أمريكا بالتدخل العاجل في قضية سد النهضة، ومصر تبني مدينة جديدة تحت حماية الجيش المصري في سيناء. ننشر لحضراتكم التفاصيل. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. تعالوا نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل قرار مصري سوداني بتأديب إثيوبيا وحسم ملف سد النهضة. في مصادر دبلوماسية قالت إن مصر والسودان اتفقا على حسم قضية سد النهضة بقرار رادع خلال الفترة المقبلة، بعدما أصرت إثيوبيا على عنادها وإطلاق الاتهامات الظالمة ضد مصر والسودان بهدف كسب التعاطف الدولي. وقال رضوان حسين وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية أن جميع مخاوف السودان بشأن سد النهضة تمت معالجتها، ووجه اتهامات لمصر والسودان. ده طبعا جه خلال مؤتمر للسفير رضوان حسين عن آخر المستجدات حول القضايا الراهنة في البلاد إلى سفراء الدول الأسيوية في إثيوبيا. رضوان حسين قال إن على المجتمع الدولي أن يفهم أن جميع مخاوف السودان قد تمت معالجتها بشكل مناسب. زعم وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية إن مطالب مصر غير عقلانية، كما هاجم تحركات السودان الدبلوماسية التي تسعى من خلالها للحفاظ على حقوقها المائية وضمان سلامة السودان. وحول مزاعم إثيوبيا بشأن التمسك بالوساطة الإفريقية، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، واجه وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف إثيوبيا، أكد خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والعربية الإفريقية بمجلس الشيوخ إن أزمة سد النهضة ما زالت تواجه التعنت الإثيوبي، وأديس أبابا رفضت بعض الوساطات لحل الأزمة. وكان المتحدث باسم وزارة الري محمد غانم قال وأكد أنه ليست هناك إرادة سياسية في إثيوبيا للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وقال وضح أن إثيوبيا بتتهرب. وذكر في حديث تلفزيوني أن التوربينات ليست جاهزة لتوليد الكهرباء حتى بعد التعبئة الثانية. لم يتم الحديث عن موضوع الحصص المائية. مصر تواجه تحديات مائية سواء في وجود سد النهضة أو عدمه. وتابع وقال لا اتفاق بشأن جداول تعبئة وتشغيل سد النهضة مع إثيوبيا. لم يحدث أي إنتاج للكهرباء من سد النهضة بعد التعبئة الأولى. أكد أن إثيوبيا لن تتمكن من توليد الكهرباء حتى بعد التعبئة الثانية للسد. وسامح شكري وزير الخارجية قام بعدة زيارات لعدد من الدول الإفريقية، حاملا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن. وهي الجولة التي تأتي انطلاقا من حرص مصر على إطلاع الدول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد. حمل رئيس اللجنة الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة مصطفى حسين إثيوبيا بمسؤولية الأضرار التي سيتعرض لها السودان في حال أصرت على مباشرة عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل. وقال في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك يجب على إثيوبيا أن تتحمل تبعات الأضرار التي تقع على السودان في حال قامت بعملية الملء الثاني لسد النهضة خلال يوليو المقبل. ولفت وقال إلى أن إثيوبيا تسببت في يوليو الماضي بأضرار للسودان، منها خروج عدد من محطات المياه من الخدمة وتأثر إنتاج الكهرباء حينما قامت بعملية الملء الأول لخزان السد. والسودان أكدت في بياناتها السابقة إنها ستحقق الملء الثاني للسد من خلال مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية اللي موجودة في إثيوبيا الآن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. وهنا إثيوبيا زي ما حضراتكم شايفين إنها خلاص ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة، ولكن مصر هيكون ليها موقف يعني مختلف قريباً.
لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر وضربة كبرى من الداخلية المصرية، وألقت أجهزة وزارة الداخلية المصرية قبض على عصابة نسائية تخصصت في الاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت بعد بلاغ تقدم به أحد الضحايا في محافظة أسيوط. وفي التفاصيل، تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط يفيد بتعرضه للاحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي من قبل تشكيل عصابي نسائي زعموا أن لديهم مبالغ مالية طائلة يرغبون في استثمارها خلافا للحقيقة. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وأسفرت جهوده بالقبض على 3 سيدات مصرية وأجنبيتان بتهمة تشكيل عصابة تخصصت في الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب الداخلية المصرية، استخدم المحتالون تلك الصفحات في عمليات احتيالهم الممنهجة، حيث تعمدوا إرسال طلبات صداقة عشوائية للتعارف مع المواطنين، بعد كده بيوهموا الضحية بأنهم يملكون ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات، وأنهم يرغبون في إرسال تلك الأموال للمجني عليهم بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية. وأضافت حتى يتمكن الجناة من إقناع الضحية قاموا بإرسال فيديوهات مفبركة لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى الشركات الشحن الدولية التي زعموا أنها ستتولى نقل تلك الأموال إلى مصر، ثم يتولى أحد المتهمين الاتصال بالمجني عليهم منتحلا صفة مندوب شركة الشحن الدولية، وأن المبلغ المالي المراد استثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة، طالبا منهم إيداع مبالغ مالية في أحد الحسابات البنكية كرسوم تخليص جمركي وشحن رسوم إدارية، ثم يقوم بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهم. وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة من قبل الجهات الأمنية المختصة، تم ضبط 2 من المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثالثة. وقالت إحداهما أثناء التحقيق أن دورها كان يقتصر على استغلال حسابها البنكي بأحد البنوك الوطنية في تلقي إيداعات مالية من الضحايا ثم تسليمها للثانية والثالثة نظير حصولها على عمولة مالية منهم. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وحقيقة وفاة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق. نفت مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق شائعة وفاته التي تم نشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. والمصادر أكدت أن الفريق بحالة صحية جيدة ومتواجد بمنزله ولا صحة لهذه الشائعة. وانتقدت المصادر تلك الشائعات معتبرة أنها تثير البلبلة والقلق ويكون تأثيرها سلبيا على الأسر المصرية بحسب ما تم نشره في وسائل إعلام مصرية. المصدر معنا كان من RT وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معنا، ومصر تطالب أمريكا بالتدخل العاجل في قضية سد النهضة. سفير مصر في واشنطن المعتز زهران أكد في مقالة حول أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان دور الولايات المتحدة الحتمي في حل تلك الأزمة. قال السفير معتز زهران في المقال الذي جاء بعنوان واشنطن فقط يمكنها إنقاذ مفاوضات سد النهضة، وإن مصر تحتاج الولايات المتحدة للحفاظ على حقوقها في مياه النيل منذ أن عرقلت إثيوبيا المفاوضات. وأضاف السفير المصري في المقال أنه في وقت سابق من شهر إبريل عرقلت إثيوبيا عملية وساطة أخرى، وهذه المرة بقيادة الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة المتصاعدة حول نهر النيل الذي تبني عليه إثيوبيا سد النهضة، وهو ما سيشكل ضررا على مصدر المياه الرئيسي لمصر السودان. تابع وقال: مع اقتراب إثيوبيا من ملء خزان السد من جانب واحد للمرة الثانية، وبالتالي تجاوز الخط الأحمر الذي حدده الرئيس السيسي، قد أصبح الأمر متروكا للولايات المتحدة للمساعدة في التوسط للوصول لحل سلمي بشأن سد النهضة ومنع الاضطرابات التي قد تصيب المنطقة والتي تتطلع بلا شك قوي التطرف
والإرهاب إلى استغلالها. ودعا السفير زهران الإدارة الأمريكية الجديدة إلى اتخاذ إجراء عاجل لإنقاذ مفاوضات سد النهضة، وأشار إلى أن مستقبل مياه النيل الذي يعد شريان الحياة لملايين المصريين والسودانيين أصبح على المحك. وأشار زهران إلى دراسة أجرتها شركة ديلتيريس الهولندية ذائعة الصيت، وجدت أن ملء سد النهضة من جانب واحد يمكن أن يؤدي إلى نقص المياه في مصر بأكثر من 123 مليار متر مكعب، وتدمير أكثر من 321,230 فدانا من الأراضي المزروعة، وزيادة 150 مليون دولار في الواردات الغذائية، وخسارة 430 مليون دولار من الإنتاج الزراعي. وقال إثيوبيا تعمل على تشويه سمعة السودان ومصر من خلال وصف المخاوف بشأن سد النهضة على أنها تنم عن سياسة استعمارية. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. والعاجل يعني أرقام كبيرة وخطيرة جدا، 321,230 فدان من الأراضي المزروعة هتكون بور، وزيادة 150 مليون دولار في الواردات الغذائية، وخسارة 430 مليون دولار بالإنتاج الزراعي. هذه يعني كارثة كبرى. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر. ومصر تبني مدينة جديدة تحت حماية الجيش المصري في سيناء. وزار رئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد مدينة رفح الجديدة خلال تفقده عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية. وتفقد رئيس أركان حرب الجيش المصري فريد مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية وخطط مشتركة بين الجيش والشرطة لاقتلاع جذور الإرهاب. كما قام بجولة تفقدية تضمنت المرور على مدينة رفح الجديدة التي تم إنشاؤها بأحدث النظم المعمارية لتكون مجتمع سكني عمراني متكامل الخدمات والمرافق. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. وجينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم العبد لله الفقير إسلام الأمير من قناتكم على اليوتيوب باسم مصر ميديا IEB، وعلى الفيسبوك باسم إسلام الأمير مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.